احنا تنعاني واحد المعاناه كبيره مع وزاره السياحه ومع شركه لاسميت اننا احنا متضررين من هذا البرنامج فرصه اننا وصلنا لمرحله التمويل وخاصنا نسيروا لي كونطرا ديالنا بعد ما تلزمنا اننا درنا صياغه قانونيه ودرنا كراء المحلات. احنا تنطالبوا من رئيس الحكومه السي عزيز اخنوش رئيس الحكومه المحترم ديك التفعيل اللي قال نعطيو الشباب والشابات والمقاول والمقاولات انه يلتزم بهذه الكلمه ديالو لاننا الان درنا اللي علينا، درنا جميع المراسلات الولايات العمالات، درنا وزاره راسلنا جميع الوزارات اللي من قريب واللي من بعيد مع بعد الملف ديال الفرصه لا مجيب، وسيط المملكه الديوان الملكي الى اخره. احنا تنطالبوا من السده العاليه تاع سيدنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، سيدنا الله يجازيك بخير الله يرحم بها الوالدين، احنا ضحايا متضررين من برنامج فرصه. جينا اليوم سيدنا هنا من جميع بقاع المملكه المغربيه الشريفه، كاين جا من الصحراء، كاين جا من الشرق، كاين جا من طنجه، كاين جا من وسط المملكه المغربيه الشريفه، تنطالبوا بحقنا اللي وصلنا ليه عن جداره واستحقاق، حقنا المستحق. احنا باغيين التمويل ديالنا. سيدنا الله يجازيك بخير الله يرحم بها الوالدين، بغيناك تعطف علينا بالعطف ديالك وتعطي الاوامر الساميه لاننا احنا متضررين من هذا البرنامج فرصه. سيدنا بغينا صوتنا يوصل لك، يعني من الاخير احنا بغينا صوتنا يوصل لسيدنا، لان جميع الامور السلم الاداريه احنا تنطيقوا ان المغرب دوله مؤسسات، تنطيقوا في ان المغرب دوله حق وقانون، تنطيقوا في المغرب ان دوله مؤسسات وادارات. جميع السلم الاداري درنا من الولايات، من الوقفات في الولايات في العمالات، وقفات على المستوى الجهوي والمستوى الوطني، لكن لا من مجيب ولا من مسؤول غيور على البلاد وغيور على الشباب وغيور على الثقه اللي داروا الشباب في الحكومه. احنا فقط ثقنا في الحكومه، احنا ثقنا في واحد البرنامج حكومي ومشينا فيه من الاول حتى الاخر، الا في الاخير صدمنا واحد الصدمه كبيره. والمشكل هو اننا درنا صياغه قانونيه، والمشكل في هذا الشيء كل شيء هو اننا احنا ناجحين واصلين لمرحله التمويل، والمشكل في هذا الشيء هو اننا احنا من ضمن ديال 10000 مشترك اللي خاصو يحصل على التمويل ديالو. الوزيره تقول لك وصلنا لوبجيكتيف. عدد الضحايا ديالنا سيدنا على صعيد المملكه المغربيه 3800 متضرر من هذا البرنامج فرصه. الله يرحم بها الوالدين، الله يجازيك بخير سيدنا، خاصك سيدنا الله يجازيك بخير، يوصلك المعاناه ديال الشباب، الله يحسن العوان، راه تايقين في هذا البرنامج باش ينميو المنطقه ديالهم ويدفعوا بالمشاريع ديالهم ويخدموا بعمولات بلادهم وينميو المنطقه ديالهم. احنا راه اصحاب حق سيدنا وشكرا. جينا هنا درنا الوقفه على ود برنامج فرصه، شاركنا في هذا البرنامج بعد ما دوزنا التكاوين، جمعنا الوراق، منين مشينا لجنه التموين داروا علينا لزموا علينا الصياغه القانونيه الكرا وكل شيء، كاين اللي دار تعاونيه، كاين مقاول ذاتي، اللي دار روجيست كوميرس، كل واحد المهم اش دار، كاين الكراء لزموا علينا الكرا، قال لك صافي وصلنا لوبجيكتيف. يعني حنا شنو الذنب ديالنا؟ حنا باش يتقيلوا كاهل المقاول بالديون وبهذا، درنا وقف عده وقفات، مو باش نختصر لك، درنا عده وقفات امام وزاره السياحه، درنا وقفات في الجهات الجهويه ديالنا عند الوادي وعند هذا ولا مجيب. دابا كناشدوا صاحب الجلاله باش يتدخل لنا في هذا إشكالي مشكل، أن مشكل كبير، أن أثقلوا كاهل المقاولين بالديون، ما استفدوا من الدعم الاجتماعي، ولات عندهم تغطية صحية، فهمتي؟ يعني المؤشر عندهم طالع مساكن، وما أصلا ما عندهمش بقي الله غيبداو ما عندهمش، وغيبداو عليهم الديون، في عوض ما يحيدوا شوية البطالة زادوها وزادوا عليهم الديون. أيوة لا إله إلا الله، والله القسم إلى عينا طرقنا جميع الأبواب، ونتمناو هذه الوقفة اللي درنا دابا قدام البرلمان نتكناجدوا فيها صاحب الجلاله باش الوزيره تشوف فينا وتعطينا التموين ديالنا. وقالت لك هذا برنامج تاع فرصه المواكبه والتكوين، لا برنامج فرصه دار حنا اللي التموين، تسجلنا على اساس التموين، كون على اساس التكوين، حنا اصلا مكونين، مادام بغينا نديروا المشاريع ديالنا وبادينهم، يعني حنا ديجا مكونين، حنا بغينا التموين باش نبداو كما قال السيد اخنوش الدفيعه باش ندفع بحال اللي ما باديش غيبداو، اللي بادي غيزيد القدام. والسلام عليكم، وكناجدوا صاحب الجلاله يتدخل لنا في هذا المشكل. بالنسبه جوابا على السيده الوزيره في القبه البرلمانيه من كانت توجهوا لها السؤالين، وقالت بالصريح العباره ديالها، قالت لك ما ضيعتش لينا الوقت. حنا كنقول له سعاده الوزيره انت ماشي ضيعتي لينا الوقت، ضيعتي مقاوله، وهاد الناس هادو هاد المقاولين كاملين اللي وقفوا اليوم قدام البرلمان كيجيو كياكدوا لك سعاده الوزيره انك ضيعتي لينا وقتنا
وضيعتي مقاوله اللي كانت في الرصيد ديال الجهه ديالها، يعني كانت تنمويه، كانت هي خالقه واحد الفرصه ديال الشغل ديال الشباب. يعني هاد المقاوله المصير ديالها دابا غادي تسد، غدير كيتي لحقاش تا بسبب شنو؟ سبب تاقت في واحد البرنامج اللي هو تمويلي بالاصل ماشي تكويني، كما قلت يا سعاده الوزيره انك كونتينا، الله يخلف عليك. بالنسبه للبرنامج ديال برنامج فرصه هو برنامج تمويلي بالدرجه الاولى، اما التكوين هو في اي برنامج دابا دخلتي ليه كيف ما كان نوعه راك كتكون فيه، مثلا بحال المبادره الوطنيه كيدوز من التكوين ديالو والامور ديالو كيتمشي حتى تتوصل للتمويل الى صابوك تستاهل هذاك سميتو البروجي ديالك، الا كان يستاهل التمويل ديالو راه يمولوه، ما كانش كيستاهل راه ما كيمولوش. بعكس برنامج فرصه هو اللي عنده واحد ميثود اخر او خاصيه اخرى انه تمويلي، يعني من كيدوز المترشح ديال البرنامج فرصه من كيدوز وكيستوفي جميع المراحل ديال برنامج فرصه من تكوين وتاطير كيوصل للجنه التمويل. الناس هنايا اللي قدام البرلمان وصلوا للجنه التمويل، يعني البنكه والمسؤوله الجهويه ديال الجهه ديالهم وزائد واحد من عندكم انتم من الوزاره انه سناو على هذا البرنامج ان هذا السيد خصو يتمول، يعني اش يبقى لي؟ تبقى لي على الكونترا باش يشد الفلوس. للاسف سعاده الوزيره تتقدم لنا مغالطات، يعني باش توصل بعدا لهاد اللجنه ديال التمويل حنا اللي كنهضروا عليها، باش توصل ليها خصك تكون هما تيفرضوا علينا كرا، كيفرضوا علينا صيغه قانونيه خص تكون عندك، زائد امور اخرى، يعني كتمشي دير وعد سميتو كدير طلب ديال التمويل من برنامج فرصه، يعني كتمشي في ليطاب ديال انك غادي تشد التمويل ماشي التكوين. سعاده الوزيره هادشي انا كنصحح المفاهيم والمغالطات اللي دوزاتهم لينا في التصريح ديالها الاخير في قبه البرلمان. وكاينين اخوان اللي سناو كونترات وباقيين كيتسناو في الفلوس تدوز ليهم، وكاينين اخوان كما قلنا سانين على وعد بالدين. دابا الاشكال انه ساني على وعد بالدين في 90,000 درهم، يعني راه غدا ولا بعد غدا البنكه اللي سميتو البنكه حنا كنتعاملوا مع مؤسسه، يعني مؤسسه كتمشي والاشخاص كيمشيو والمؤسسه كتبقى، يعني غدا ولا بعد غدا يجي واحد مدير اخر لهذيك المؤسسه غادي يصيب هذا السيد عنده 90,000 درهم في الذمه ديالو غيطالبوا بها. يعني من المصير ديال هذيك الكونترا اللي سنيتي معاه هو ذاك وعد ديال الدين اللي تحملوا هاد الكونديدا او هاد المترشح. المطالب ديالنا خويا تشوف معنا هاد الوزيره شي حل، وهاد النواب المشكورين اللي كيهضروا علينا في البرنامج كنشكرهم جزيل الشكر في هاد المكان، كنشكرهم جزيل الشكر وكنقول لهم مزيلا من العطاء باش ما يضيعش هاد الشباب هذا اللي راه كل سيمانه كيجي يوقف وقفه احتجاجيه هنايا، كل اسبوع تقريبا كيجي يوقف وقفه احتجاجيه، يشوفوا معنا شي حل الله يجازيك بخير. هاد مجلس النواب المحترمون نكن لهم كل الاحترام، وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله.